طبعا كثف الجيش الإسرائيلي غاراته ونشاطه على مناطق واسعة من شمال قطاع غزة بعد انخفاض ملحوظ على نشاطه هناك على مدار الشهرين الماضيين. تكثيف يأتي بعد تجدد المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل في الدوحة. المزيد في هذا التقرير. مشاهد تبدو وكأنها بداية الحرب وأواسط شهر أكتوبر الماضي. قصف ليلي عنيف استهدف مناطق واسعة من مدينة غزة وشمال القطاع، أسفر عن قتل العشرات من الفلسطينيين وجرح مئات آخرين. أبرز هذه الاستهدافات كان بالقرب من دوار الكويت جنوب شرق غزة، حيث أغارت الطائرات الإسرائيلية على لجان تأمين المساعدات الإنسانية ومشايخ ومخاتير العشائر الكبيرة. حركة حماس اعتبرت القصف الإسرائيلي العنيف على شمال القطاع وخاصة استهداف لجان المساعدات بأنه يهدف لنشر الفلتان الأمني وتحقيق بل والتسبب بحالة فوضى في مدينة غزة. استهداف دوار الكويت يأتي بعد سلسلة من الاستهدافات خلال الأيام الماضية لشخصيات وقيادات بارزة في الشرطة الفلسطينية والأمن الداخلي التابع لحماس، حيث كانت مهمتهم الرئيسة تأمين المساعدات الآتية من جنوب القطاع نحو شماله. لم يتوقف استهداف جهاز الشرطة في غزة بعد اغتيال المبحوث، فخلال اليومين الماضيين كثف الجيش الإسرائيلي من استهدافه لقادة الشرطة لتتوالى قوافل الجثامين من حراس القوافل الغذائية والمسؤولين عن تأمينها واحدا تلو الآخر. الجيش الإسرائيلي أعلن عن اغتياله لمجموعة من القادة الميدانيين وشخصيات بارزة من حركة حماس في مناطق مختلفة من قطاع غزة. كما يرى مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن من يقف وراء عودة النشاط الإسرائيلي في شمال القطاع ومدينة غزة هو عودة انتشار الفصائل الفلسطينية في المناطق الشمالية. محللون سياسيون أشاروا إلى أن هذا التصعيد الإسرائيلي خلال اليومين الماضيين وبالتزامن مع عودة المفاوضات في الدوحة هدفه الضغط على حركة حماس للتنازل عن بعض الأمور العالقة في المباحثات. وحول هذا الموضوع أريد أن أرحب بضيوفي في الاستوديو، سيد إيتان دانغوت سكرتير عسكري سابق لوزراء أمن إسرائيل، تحياتي لك. ومن القاهرة العميد سمير راغب خبير عسكري واستراتيجي، تحياتي لك ورمضان كريم. وقبل ذلك أريد أن أتوجه إلى مرة أخرى إلى قطاع غزة والصحفي المختص في الشأن الفلسطيني ضياء حسن، تحياتي لك ضياء. ضياء، صورة المشهد لديك في تحديدا في شمال قطاع غزة ومدينة غزة، وماذا تعني عودة الاشتباكات إلى هناك؟ نعم، يعني في هذه اللحظات تماما وأنا أتحدث إليكم لأول مرة، يعني منذ انتهاء يعني منذ شهرين تقريبا نشهد إلقاء قنابل إنارة في سماء مدينة غزة. هذا تطور يشير ربما إلى احتداد الاشتباكات واشتدادها في محيط مجمع الشفاء الطبي، أو ربما تحاول القوات الإسرائيلية كشف أي تحركات في محيط تلك المنطقة لمنع أي تقدم للمقاومين اتجاهها. من الواضح هذا يعني منذ نحو شهرين تقريبا مع تقريبا انتهاء العمليات العسكرية في مناطق شمال قطاع غزة وتحولها إلى عمليات محدودة خاصة من قصف جوي ومدفعي، أصبحت بعد اقتحام مجمع الشفاء الطبي للمرة الثانية بمثابة يعني عملية جديدة، وكأننا في بداية الحرب كما ذكرتم في التقرير قبل قليل. هذا يذكرنا ببداية الحرب فعلا، غارات إسرائيلية عنيفة، إطلاق نار، اشتباكات مع المقاومين، أيضا قصف مدفعي، إلقاء قنابل إنارة. هذا هو الوضع يعني الجديد في منطقة شمال قطاع غزة. الناس هنا يستذكرون الأيام الأولى قبل يعني مع وجبة تقريبا الإفطار اليوم، يعني سمعنا عدة انفجارات عنيفة في منطقة مدينة غزة وتحديدا قرب مفترق السرايا ناتجة عن تدمير برج النورين وأيضا قصف منزلين في محيط تلك المنطقة. من الواضح أن هناك تحركات إسرائيلية تهدف بالأساس يعني إلى محاولة تقويض ما تقول عنه حكومة حماس في قطاع غزة من خلال استهداف عناصر الشرطة وعناصر لجان الطوارئ النشطة في منطقة شمال قطاع غزة، واستهداف القائمين على تأمين المساعدات الغذائية لسكان مناطق شمال قطاع غزة. هذه المنطقة أو هذه المناطق التي تشهد مجاعة حقيقية بفعل
استخدام قوات الاحتلال لحرب التجويع ضد المواطنين هنا في هذه المنطقة المأساوية أو في هذه المنطقة التي تعيش حالة مأساة حقيقية. كل ذلك يتزامن أيضا مع استمرار اعتقال المئات من المواطنين في داخل مجمع الشفاء الطبي، والحديث الإسرائيلي عن قتل 90 مواطنا حتى اللحظة في ظروف مختلفة. هناك شهادات لمواطنين تحدثوا اليوم، عادوا من مستشفى الشفاء طبعا بعدما أطلقت قوات الاحتلال سراحهم وطلبت من جزء منهم بالذهاب إلى جنوب قطاع غزة وجزء آخر بالذهاب إلى حي الشيخ رضوان. هناك من تحدث من المواطنين عن شهادات حقيقية، تحدثوا عن أن القوات الإسرائيلية أجبرت بعض المواطنين على التعري والبقاء تحت لكن على الأرض، تم إلقائهم أو لكن ضياء سمحت لي في سؤال آخر. هل تستطيع أن تؤكد لنا الأنباء التي أشارت عن اعتقال القيادي في الجهاد الإسلامي خالد البطش وأهمية القيادي الحمساوي محمود القواسمي الذي اعتقل في مشفى الشفاء؟ بالنسبة لما يتداول يعني إعلاميا هو بشأن اعتقال خالد البطش، لم تؤكده حركة الجهاد الإسلامي أو أي مصادر فلسطينية موثوقة. هذا خبر يتداول بالحقيقة منذ أمس على بعض شبكات التواصل الاجتماعي حول اعتقال خالد البطش في هذه حركة الجهاد الإسلامي من داخل مجمع الشفاء الطبي، لكن لا يوجد تأكيدات حتى هذه اللحظة. لا يوجد، يعني كل المصادر الموثوقة التي نتواصل معها لم تؤكد أو تنفي هذا النبأ حتى اللحظة، وتقول أنها تتحقق من هذه الرواية الإسرائيلية لصعوبة التواصل أصلا ما بين القيادات والفصائل والمسؤولين وحتى المصادر التي لها علاقات مع بعض القيادات الفلسطينية بسبب الواقع الأمني الذي نعيشه هنا في قطاع غزة من جهة. لكن موضوع اعتقال الأسير المحرر محمود القواسمي الذي حرر في صفقة الجندي الإسرائيلي بلعاد شليط، باعتقادي هذا يأتي في إطار إعلان إسرائيلي، لكن فلسطينيا هنا تعقب حركة حماس ولم تعقب كتاب القسام على هذه المعلومة. لكن يتداول أيضا كما تدو يعني من قبل بعض المصادر عن وجود ربما بعض الأسرى المحررين من صفقة بلعاد شليط، وهم من بالأساس من سكان الضفة الغربية وأبعدوا إلى قطاع غزة، تم اعتقالهم من قبل القوات الإسرائيلية. لكن هذه المعلومة تبقى يعني لا يوجد تأكيد على أسماء. هذه المعلومات التي يتم تداولها اللحظة تأتي ربما في إطار محاولة يعني إعلان الجيش الإسرائيلي أن الهدف من العملية بالأساس القضاء على قيادات حماس، وأن هذه العملية التي نفذت بسرعة البرق ونفذت بشكل يعني سريع جدا، نفذت بهدف ربما اعتقال هؤلاء القيادات والوصول إليهم وقتل سطح حماس كما تقول يعني جهات إسرائيلية، ومنهم هيرسي هاليفي رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الذي تفاخر هذا اليوم بزيارته إلى مستشفى الشفاء، وكان أن مدينة غزة أصبحت كما الضفة الغربية، يزورها متى يشاء ويدخلها متى يشاء، محاولة استنساخ لتجربة ما يجري في الضفة الغربية، يعني ما يجري في منطقة شمال قطاع غزة اليوم من عملية عسكرية في مجمع الشفاء الطبي ومحيطه، وما جرى لاحقا من عمليات أخرى مماثلة، وما يجري في وسط قطاع غزة وغيره وفي خان يونس، هو محاولة استنساخ تجربة الضفة الغربية بأن الجيش الإسرائيلي يريد حرية العمل في قطاع غزة متى ما أراد وكيف ما يريد. يجب أيضا أن ننوه أن هيرسي هاليفي أشار ضياء بأنه من خلال مشفى الشفاء أن زيارته هناك بأن إسرائيل ستواصل ملاحقة قادة حماس، وهذا الأمر ربما يعطي طابع قوي يعني أجندة إسرائيل في هذه الحرب. بالتأكيد يعني هما هذه التجربة أو هذه المحاولة الإسرائيلية، إسرائيل تحاول من خلال ما يجري على أرض الميدان استغلال ربما في المفاوضات بالضغط أكثر على حماس ربما لتسليم الأسرى لديها بدون أي مقابل وبدون وقف إطلاق نار وبدون أن تضع حماس أي شروط لعودة مثلا النازحين من جنوب قطاع غزة إلى شماله. من الواضح أن إسرائيل يعني تسعى بشكل كبير من خلال هذه العمليات لمحاولة يعني كسب إنجازات عسكرية من جهة، ومن جهة سياسية، ومن جهة محاولة التأثير لما تقول عنه اليوم التالي للحرب، أي بمعنى أنها تحاول الضغط على حماس لتثبيت مقولة أو لتثبيت حكم جديد في قطاع غزة. وهذا مؤشر أيضا يتعلق باستهداف لأعضاء لجان الطوارئ المسؤولين عن تأمين ربما الغذاء وتأمين غيره من الظروف المعيشية، أو محاولة إحياء مناطق مثلا شمال قطاع غزة بتلبية المياه للسكان، بتلبية محاولة يعني
إيجاد بدائل كهربائية من أجل يعني محاولة إحياء بعض حاجيات الناس أو يعني تلبية احتياجات بعض الناس. ولذلك إسرائيل يعني تحاول أو تهدف من خلال هذه العمليات محاولة كما ذكرت تقوية حكم حماس كما تقول، ولذلك ربما هذه المحاولات هي تؤثر بالشكل الأكبر على المفاوضات التي نعم. تجري. وربما يعني تصريحات أسامة حمدان القيادي في حركة حماس أن رد إسرائيل كان على رد حماس سلبي يشير إلى يعني أن المفاوضات لازالت في بدايتها ولا ستكون صعبة نعم. وسيكون هناك تأثير عليها سواء من إسرائيل أو حتى من حركة حماس. ضياء حسن صحفي مختص بشأن الفلسطيني، شكرا لك حتى اللحظة وسأعود إليك في هذه التغطية، ولكن أريد أن أتوجه إلى ميدان المختطفين لنشاهد هذا الخطاب لأحد الأشخاص هناك، ربما هو من عائلات المختطفين. كرئيس منتدى الصحة في إسرائيل، حينما يكون شخص في ظل الأسر والخطف، هذا يؤثر على معنويات وعلى صحة المجتمع في إسرائيل. من الأبحاث التي أجريناها نعرف أن غالبية قصوى من الجمهور الإسرائيلي يتضامن مع المخطوفين ومع عائلتهم، وأن عملية الخطف تشوش حياتنا جميعنا، تشوش الحياة في إسرائيل. فقط إعادة المخطوفين سيخرجنا من هذا الوضع، إعادة المخطوفين سيرفع المعنويات لدى الجمهور وستشكل عودة المعنويات والحياة، وهذا سيكون ثمن لما يقوم به جنودنا الذين يعملون من أجل إعادة المخطوفين. أنا أطالب قادتنا، أغلقوا أعينكم وتخيلوا لحظة الإفراج عن المخطوفين وهم يحتضنون أباءهم أبنائهم إخوانهم. نحن طوقون لهذه اللحظة، هذا سيكون النصر، نصر الإنسان، نصر الإنسان على الشر المطلق. أنا أريد أن أختم بما بشعر كتبته ابنة. إذن هذه كانت كلمة من ميدان المختطفين ومواصلة ضغط الشارع الإسرائيلي على الحكومة. سيد أيتن، سأبدأ معك فقط تعليق صغير على ما شاهدناه الآن في هذا الخطاب. قال أغمضوا عينكم ولنتخيل عودة المختطفين مرة أخرى معنا هنا جميعهم. أليست هذه بالفعل صورة النص الذي يبحث عنها الشارع الإسرائيلي وكل بيت في إسرائيل في هذه الحرب منذ 6 شهور؟ نعم بالتأكيد، هذا يعكس وضع الأغلبية في إسرائيل. مسألة المخطوفين تشكل ضررا لن نتعافى منه ومن تأثيره على دولة إسرائيل وعلى شعب إسرائيل. والتزام الدولة الأساسي هو منح أمن لمواطنيها، لأن الاتفاق بين الدولة وبين مواطنيها هو الأمن. ما شاهدناه في 7 أكتوبر هو انهيار هذا العقد بين الدولة وبين مواطنيها. لذلك الناس هنا يعرفون مدى الوقت الذي طال. هدفان في غزة، الهدف الأول يتقدم، وأعطيتم شرحا وافيا على ما يحدث في قطاع غزة. نحن نبحث عن ما تقوم به حماس وما تبقى لها من العمل المدني. نحن موجودون في مرحلة حساسة، يجب أن ننجز صفقة تبادل أسرى. لنكون أكثر تحديدا، المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار وفق مقترحات باريس وغيرها، الثمن سيكون باهظ، الثمن سيكون مؤلم، ولكن لا خيار. هذا هو محاولة أولى منا لأن نتصافح مع مواطني إسرائيل. وما ندرسه لجنودنا عند يوم تجندهم أن الجيش الإسرائيلي هو جيش دفاعي وليس جيش هجوم.
سيد أيتن، إن صحت هذه التقارير التي أشارت عن اعتقال خالد البطشي، حتى الآن تقارير القيادي في الجهاد الإسلامي، وأيضا بعد أن اعتقلت إسرائيل فعلا محمود القواسمة أيضا القيادي في حركة حماس، هذا بلا شك يعتبر يوم ناجح في إسرائيل، ومصادرنا الخاصة في غزة تقول بأن هذا أنجح يوم لإسرائيل منذ بداية الحرب من ناحية الاعتقالات. تيغي انظر، لا شك هذا ليس اليوم الأكثر نجاحا، لأن الأيام الناجحة هي الأيام الصعبة التي ننساها، الأيام التي تقدمنا فيها شبرا وبشكل بطيء، لأننا واجهنا منظومة فوق الأرض وتحت الأرض، منظومة بدأت نفسها لأكثر من عقد في محيط مدني. من مثلنا العسكريين نعرف مدى تأثير الوضع المدني على خطوات الحرب. كانت هناك إنجازات رائعة للجيش عند التقدم داخل قطاع غزة، مثلا في خان يونس. الحقيقة أن اليوم وخلال المعارك هناك طورنا قدرات العمل في الأنفاق واستخلاص العبر خلال العمل. لا أعتقد أن يوجد جيش في العالم جمع كل هذا القدر من المعلومات. لنضع مسألة الشفاء في سياق، هي تعكس قدرات الجيش. غالبية المنطقة بيدنا، نحن لا نحتاج أعداد أكبر من الجنود في الميدان، لأن هذا يحول الجنود لأهداف. نحن نأتي بعمليات محددة. انظر السرعة التي والمباغة التي دخلنا فيها إلى الشفاء. حماس والجهاد الإسلامي لم يتعلموا الدرس، يعودون إلى المشفى للدروع البشرية التي يستخدمونها ويعودون إلى نفس النمط. وما قلته هذا، أنت ذكرت أن من ألقينا القبض عليهم أو قتلوا هنا، هذا يعكس أن تحت الأرض غالبية الأنفاق التي كانت في الشفاء تم كشفها، وفقد قادة حماس المخابئ، لذلك هم يختبئون داخل المستشفيات ويحاولون تشويش الحياة. من جهة أخرى، كل الأضواء تتجه إلى عملية عسكرية في رفح مستقبلية أم لا، ولكن مع ذلك مدينة غزة ومناطق الشمال كلها تشهد اشتباكات، وكأننا عدنا لبداية الحرب في هجوم 7 أكتوبر. هناك قدرات في استخدام النار، هناك أعمال قتالية، هناك آلاف الإرهابيين وصلوا عن طريق الأنفاق. هذا لم يفاجئنا. أنا أريد أن ألفت انتباهك إلى الضغط الذي طلب منا من إعادة النازحين إلى الشمال. تخيل لو أعدنا هؤلاء إلى الشمال ومع عودة نشطاء حماس إلى الشمال، هناك خطر. لو لم تعرف حكومة إسرائيل مع الدول الوسيطة والتي تلعب دور أساسي، الولايات المتحدة، مصر وقطر، كل واحدة بدورها، نريد بدأت بالحديث عن حكومة إسرائيل. أنا بشكل شخصي أعتقد أننا يجب أن نرى عودة موظفي السلطة الفلسطينية وحتى موظفي حكومة حماس المدنيين، لا أتحدث عن قادة أو رجال شرطة أو أي مشهد من مشاهد سلطة حماس. حكومة إسرائيل يجب أن تكرر تغيير السياسة. يعني العميد سمير راغب، تحياتي لك. عسكريا، كيف تقرأ إعادة حركة حماس بناء صفوفه في مناطق متفرقة من الشمال ومدينة غزة بعد مرور 6 أشهر، ما يقارب 166 يوم على الحرب في قطاع غزة؟ حتي أسامة، هو الحقيقة لازال هناك عمليات، والطبيعي أن حماس تجمع قوتها وأنها تقوم سواء بعمل دفاعي أو كمائن أو عمل تعرضي، ده طبيعي. يعني ما مفوش يعني تلام حماس لو كان هناك هدنة في الشمال أو في مناطق من القطاع. الجانب الإسرائيلي تحدث أنه هو قضى على 18,000 من قوات حماس، وأنهما كانوا 24,000 والمتبقي 6 معظمهم في الوسط وخان يونس ورفح.
الآن يتحدث عن عمليات جديدة في الشمال وعن مخربين وعن أنفاق، يعني ده طبيعي. لكن أنا خليني بس يعني أشير للي قاله السيد إيتن. اللي قاله السيد إيتن ده هو اللي مسيطر على كل الجانب الإسرائيلي، إنه هو في وضع أفضل من قبل العمليات البرية، في وضع أفضل من الفترة من 7 أكتوبر وحتى دخول قطاع غزة. كان قطاع غزة بالنسبة لهم مخيف، وكان هناك تخوف من المواقف الدولية والمواقف العربية. لكن بعد قتل 32 ألف من معظمهم من النساء والأطفال والأبرياء، إسرائيل أدركت أن لا توجد ضغوط، يعني لا في ضغوط من العالم ولا في ضغوط إقليمية، يعني الدنيا يعني فشهية الحرب أصبحت أفضل، شهية مفتوحة. في ليه نحقق بتفاوض؟ طب ما أنا ممكن أحقق بالحرب. الأهم من كده أن الجانب الإسرائيلي والشارع الإسرائيلي اعتاد على تظاهرات أسر المختطفين، واعتاد على أرقام الضحايا، يعني قتل رقيب، قتل نقيب، قتل عقيد، قتل مجند، قتل احتياط، يعني خلاص. الضغوط دي ما كانش الجانب الإسرائيلي قبل ما يعمل تعبئة الرأي العام ضد حماس وحماس داعش ويعني اللي هو الآلة الإعلامية، وهو خايف يفقد هذه الحالة بدخول في صفقة، فاحتمالية الصفقة ما بقتش موجودة تقريبا. يعني ليه؟ لأن احنا لما كنا بنتكلم على احتمالية الصفقة وكنا بنقول كل ما يعني ان الضغوط ضغوط على المفاوض، ده كلام كلاسيكي، يعني نموذج الافتراضي. لكن النموذج الإسرائيلي مختلف. النموذج الإسرائيلي مكمل في اللي هو بيعمله، وعنده استعداد بالمناسبة لو الدنيا كملت كده يفتح جبهة الشمال. ما هو الدنيا يعني القيامة لم تقم، فبالتالي يقدر يكمل. مع العلم اللي سيادتك سألتني فيه بيقول إن مهما استمرت العمليات هناك مقاومة، وبالمناسبة رغم تراجع قوة حماس كما يقول الجانب الإسرائيلي وكما بيانات بتقول، لكن عدد القتلى والمصابين الوتيرة واحد. كذلك رغم تراجع العمليات في الشمال إلى العمليات منخفضة الحدة، كذلك في الوسط أقل من ما بدت، عدد القوات أقل، عدد القوات في الشمال دلوقتي تقريبا لوين زائد. يعني وهذا هو السؤال سيد عميد، يعني التقديرات في إسرائيل تشير أنه ما يقارب 5000 مقاتل حركة حماس متواجدون في مناطق الشمال. السؤال الأهم في عودة الاشتباكات الآن في مدينة غزة والشمال، هل ممكن أن نقول أن هؤلاء المقاتلين تسللوا عبر أنفاق من الجنوب برأيك، من الجنوب إلى الشمال، أم أنهم كانوا متواجدين هناك بالفعل في أنفاق خفية لم يعثر عليها الجيش الإسرائيلي؟ خليني بس أركز مع سيادتك في الرقم. سيادتك بتقول في 5000 موجودين في الشمال، تقديرات إسرائيلية. نعم، يخالف اللي قالوا الإسرائيليين نفسهم. الإسرائيليين نفسهم قالوا إن إحنا كان في 24 كتيبة، كان منهم 12 في الشمال قضينا عليهم، ومتبقي 6 يعني في رفح 4، والباقي مقسم ما بين 5 و4 أو 4 و4 في الوسط وفي خان يونس. لم يأتوا من الجنوب لسبب المعارك في الجنوب كانت محتاجة رجال أكثر، معارك خان يونس كانت محتاجة رجال أكثر، معارك المخيمات الأربعة والخمسة البريج والنصيرات ودير البلح والزوايدة محتاجة رجال أكثر، لأن لسه المعارك الكبرى لم تحدث. فبالتالي مش منطقي أن يأتوا من مناطق العمليات لمنطقة كان بقالها شهرين فيها خفض تصعيد. لم ينجح الجيش الإسرائيلي في قضية التفتيش أو ما يطلق عليه الكلينزينج أو الكلينينج أو التطهير، إنه هو يقدر يوصل للمخابئ ويطلع. معارك الزيتون لم تكتمل، جبالية لم تكتمل، حتى مخيم الشاطئ لم تكتمل، التفاح لم تكتمل، الدرج لم تكتمل، حتى لما احنا بنتابع بيجي في حتة بيوقف ويروح منطقة تانية. دول هؤلاء موجودين ليه؟ لأن هو للأسف الشديد خسائر المدنيين، لأن العسكريين يجيدوا فن الاختباء، الاختباء سواء في نفق أو في سنيات الأرض. نعم. أو يعملوا حفر، لكن المدني بيكون نايم في الدور الثالث، بتتهد العمارة، بتنزل بتموت اللي فيها. خفض التصعيد لم يقلل عدد
القتلى أو الشهداء من المدنيين. احنا عندنا تقريبا فوق 100 يوميا، ساعات 150، وقدهم تاني من المصابين إصابات كبيرة، وقدهم مرتين الإصابات اللي هو كسر إيد غرز اللي هو العلاج العادي. فبالتالي أنا شايف إن العقاب هو عقاب جماعي مش لحماس، العقاب لكل أهل غزة. وبالمناسبة في أصوات إسرائيلية منهم أفيجادور ليبرمان كتب مقال ما معناه إن اعتقدت أن هناك المدنيين أبرياء في غزة فأنت أحمق. يعني في مينستريم أو تيار رئيسي داخل إسرائيل بيقول عقبهم كلهم. الفكرة مش في كتاب عز الدين القسام أو في قيادات حماس اللي بتقبض على واحد أو تعتقل واحد أو تاخد من جهات خالد البطش. هم شايفين إن كل القطاع ده إنكيوبيتور حاضنة لحماس، والعقاب لكل القطاع. إن الفوضى تعم القطاع. يعني أنت بتقتل واحد شرطي كان بيتعاون في إدخال المواد الغذائية. إسرائيل مش عايزة حماس تبقى موجودة بأي شكل من الأشكال. طب هل ده وارد؟ ابقى معي. نعم ابقى معي سيد سمير. أريد أن أتوجه مرة أخرى إلى قطاع غزة والصحفي المختص في الشأن الفلسطيني ضياء حسن. تحياتي لك ضياء من جديد. أعود معك مرة أخرى إلى قضية الاعتقالات التي كانت في مشفى الشفاء. نحن نتحدث عن العثور على شخصيات يعني بقامة القيادي محمود القواسمي، فايق المبحوح الذي قتل أيضا في مشفى الشفاء، وربما الأنباء التي أشارت إلى خالد البطش. ألا يؤكد هذا إدعاءات إسرائيل منذ اليوم الأول من الحرب بأن حركة حماس تستغل يعني المرافق الميدانية ومنها مركز مشفى الشفاء إلى عملية يعني إلى خدمات أو ممكن أن نقول تخدم غاياتها أو تخدم عملائها وعناصرها في هذه الحرب كما تدعي إسرائيل منذ بداية هذه الحرب؟ نعم، يعني الادعاءات الإسرائيلية في السابق لم تثبت صدقها أو لم تثبت حقيقتها. يعني في الكثير من المستشفيات التي دخلتها القوات الإسرائيلية لم يثبت وجود أسرى مثلا إسرائيل، لم يثبت وجود قتلى أو جثث قتلى إسرائيل، لم يثبت وجود أي من قيادات حركة حماس في السابق. ولكن في ظل الواقع الصعب والظروف الصعبة والظروف الإنسانية الصعبة وكذلك العمليات المستمرة، نحن نتحدث عن حرب مستمرة منذ 5 أشهر واقتربنا من 6 أشهر، مئات الألاف من المنازل دمرت تضررت بشكل بليغ، حتى المدارس التي كانت تأوي النازحين لم تسلم. باعتقاد هؤلاء مثلهم مثل أي بشر يجدون ربما في بعض المستشفيات في بعض المدارس كمراكز إيواء لهم، ليس بالضرورة أنها تستخدم من أجل ربما إعادة بنية تحتية كما تدعي إسرائيل أو غيرها. باعتقادي وجود فائق المبحوح مدير عمليات الشرطة كذلك يعني في شرطة حكومة حماس، باعتقادي أمر وجوده في مستشفى الشفاء ربما يكون مصادفة، لكن بعض المصادر أكدت أن وجوده في مستشفى الشفاء كان بسبب اجتماع عقد في تلك الليلة مع وجهاء وعشائر وكذلك ممثلين عن برنامج الأغذية العالمي بشأن تأمين المساعدات التي تدخل، وهو مسؤول عن العمليات في شرطة حماس. ولذلك باعتقادي أمر طبيعي أن يكون مشرفا على مثل هذا الاجتماع أو موجودا في هذا الاجتماع للتنسيق لإدخال هذه المواد. من الواضح أن إسرائيل استغلت ذلك الاجتماع والذي كانت تعلم به وبتفاصيله من أجل تقويض يعني ما تقول عنه حكم حماس، باعتبار أن ما جرى بعد دخول مستشفى الشفاء هو استهداف واضح لعناصر الطوارئ، لعناصر أو عناصر لجنة الطوارئ عفوا، وكذلك لعناصر اللي هم الشرطة المدنية التابعة لحكومة حماس. وهذا ما جرى اليوم على أحد الحواجز في مخيم جباليا بعدما تم استهداف حاجز كان يقوم بتأمين المساعدات. من الواضح أن هناك استهداف لكل من يحاول التدخل في إدخال المساعدات وتأمينها إلى قطاع غزة، وكل هذا يأتي أو مناطق شمال قطاع غزة عفوا، وكل هذا ضياء حرب التجويع. ضياء ضيف إيتن هو نعم. عفوا ضيف إيتن هنا يريد أن يعني يرد عليك لما قلت، تفضل. الحديث هنا هو حديث تكتيكي لا يتلائم مع الواقع. أنا لا أجب أن أقنع الضيف من غزة لأشرح أن الذي حدث في مشفى الشفاء مع الأنفاق وجدنا هناك أجهزة حاسوب وأسلحة ووجدنا ذلك في كل منزل في الشفاء بادعاء أنها منشآت
مدنية وكذلك في منشآت لوكالة غوث اللاجئين. أنا هم يستطيعوا أن ينفون، ولكن كل مسألة استخدام المنشآت المدنية لا سيما الصحية مثل المدارس والمصحات والمشافي، هذا أسلوب يستخدمه أيضا اليوم حزب الله في الشمال. في غزة تم بناء دولة حماس وجيش حماس في غزة، مع الوقت الجمهور بدأ يتحول لجمهور حماس منذ العام 2003 والعام 2005. اليوم هناك جيل يعيش في دولة حماس، لديهم هدف في تفكيك دولة إسرائيل، ومع أعدائنا نحن لا نبرم اتفاقيات، من يذبح يجب أن نحاربه، السلام نفعله نصنعه مع الأعداء. ورأينا عمليات التطبيع التي نفذناها مع أعداؤنا وحتى مع السلطة الفلسطينية، وأنا شاركت في المفاوضات معها. هل يجب أن نأخذ بالحسبان مصالح حماس؟ حماس تعرف أن كل ما مر الوقت هو يفقد السلطة المدنية، وهذا ما تخشاه حماس. كلما نحن نتقدم عسكريا، شرطة حماس، كل العناصر المسؤولة عن النظام في غزة، من الذي ألقى القبض على الناس في غزة في السنوات الأخيرة؟ هذه هي ذاتها الكوادر الشرطية التي اعتقلناها والتابعة لحماس. هم موجودون الآن في رفح في شمال القطاع، نحن نخلق الوضع الذي يهيئ المرحلة لمرحلة ما بعد الحرب. سيد سمير، هل يمكن أن تساعدنا على تحديد ملامح المشهد العسكري في رفح بناء على تجربة خان يونس وبناء على ما يحدث، على ما حدث ويحدث الآن في الشمال ومدينة غزة؟ ال 166 يوم من بدء الحرب، أعتقد لو دخل في رفح احنا محتاجين ضعفهم تاني. ليه؟ لأنه هيحشد قواته اللي بتوجد سيطرة ما في المحاور في خان يونس في الوسط في الشمال، يعني مش أقل من 3 فرق هتكون في رفح. المساحة كبيرة في رفح والتوبوغرافيا مختلفة، يعني في مناطق مفتوحة ومناطق صحراوية ومناطق كثيفة سكان، فبالتالي ده يمثل يعني إطالة أمد الصراع. لكن هو لو تمت عملية هتتم بنفس الطريقه، يعني هم يعني ما فيش خلاف ما بين اللي تم في الشمال او في الوسط او في خان يونس. يعني هنستبدل محور كيسوفيم بمحور صوفيه اللي هو هيقطع من الشرق بقوات، وقوات تاتي من الشمال من خان يونس في اتجاه رفح، وقوات تاتي بحريه تتعامل من الساحل، ونحتل ممر فيلادلفيا صلاح الدين، يعني بيكون موجود في جنوب القطاع، يبقى هو نفس النموذج. بيزيد في ده عدد سكان والنازحين 1.4 مليون، بيزيد في ده ان مش هيبقى في افق لتسويات، فبالتالي المقاتل يعلم اما يقتل او يقتل او يعني يذهب الى غياهب السجون الاحتلال، فبالتالي هتكون المعارك شرسة جدا. والتعقيبي على السيد إيتن ان لو حد متخيل ان ده اللي هيمنع وجود حماس باختضاب، طول ما فيش اليوم التالي للحرب حماس موجودة، طول ما في يعني قتال وفي قتل مدنيين حماس موجودة، والمدنيين هيبقى ما عندهمش غير حماس، يعني مش هيبقى في فصيل اخر. اطاله امد الصراع زادت اللي هو ما بين فتح وحماس والفصائل، فاصبح فكره الترتيبات اليوم التالي للحرب في غزه صعبه. لو كان نتنياهو يعني جاد في القضاء على حماس
كان ذهب لليوم التالي بالحرب في غزة. السيد دانجوت يريد أن يجيب هنا باختضاب إن سمح باختضاب داخل الوقت. سأقول لسيد سمير رفح هي جزء ووسيلة. رفح هي ليست العنوان وليس المعركة التي ستقضي على حماس. الآن اليوم هو الإفراج عن المقطوفين. عسكري سابق لوزراء أمن إسرائيل، شكرا لك على كل هذه المعلومات. ضيفي العميد سمير راغب خبير عسكري استراتيجي، شكرا لك، كنت معي من القاهرة. ومن غزة صاحب مختص الشأن الفلسطيني ضياء حسن، بعد قليل ستكون معكم الزميلة لورين وهبي ونكمل تغطية أخرى. شكرا لكم على طيب المشاهدة ورمضان كريم.